وجوزها وشقة الست جيجي. ايوه بقى خش عليا بالحلم. ودي مهجره وسجة الاستاذ منشي. وده بقى راجل محترم قوي. فادي فادي الست جيجي جت بالسلامه. والنبي يا مدام سلمى وشك حلو قوي. من ناحيه قلبي ونار قلبي بتحاجج موت بتحاجج موت. بس الف حمد لله على السلامه يا ست جيجي. دي مدام سلمى والاستاذ عمر جوزها جيراننا الجداد. اخيرا العماره بقى فيها جيران والجيران لبعضيها. احسن من الوحده اللي انا حاسه بيها. لا وحده ازاي بقى؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ اي حاجه تحتاجيها اي حاجه تحتاجيها يعني اي امور ماديه معنويه زوجيه يعني تقدري تعتبريني جوز حضرتك الجديد. سافله عمر تضحك. لعلمك بقى انا جيجتي مش قلقانه منها خالص. مش ذوقك ولا ستايلك اساسا. بس انا قلبي حاسس ان العماره دي ريحه هادي كده وهتبقى رومانسيه وما فيهاش مشاكل زي التانيه. انا عارفه. انا بقول لك ايه؟ انت طالق طالق يا هانم. صلاح اسمعني بس. طالق يا مذيعه يا مشهوره خلي الفن بقى والمعجبين ينفعوكي. صلاح 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 ابن الكلب. معلش اهدي 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 يا مدام داليا. اهدي انت اهدي بس. في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله اتفقنا على كده قبل الجواز. لا مقدرني ولا مقدر شغلي. لا صلاح عمره ما يقدر ظروف حد ابدا. ضواطي عيطي يا اختي عيطي. خرجي خرجي كل اللي جواكي يا اختي. العياط حلو برضو. العياط حلو يا مدام داليا. عيطي عيطي اهدي بقى اهدي بقى اهدي. معلش معلش فرصه سعيده. انا اسفه دي عملتكم بس بصراحه صلاح ده ابن كلب قوي يعني. عيطي يا اختي. اهدى يا رشدي اهدى وخليك ريلاكس وارتخي. بلاش الكلمه دي بتوترني. فاهم بتوترني. علاجك عندي بس انا عاوزك تشد حيلك. انا عارف شد حيلي كنت جيت لك عندي برضو. انا عاوزك تركز على الجوانب الايجابيه الملهمه. بص على الاشجار العاليه عواميد النور المغروزه في الارض. تامل بريمه البترول وهي بتضرب في الارض وبتطلع جاز. انا اللي جبت جاز يا حمدي. هي دي المشاعر السلبيه اللي قطمه وسطك. حفز نفسك ارفع معنوياتك. عايزك تتخيل اوضه النوم دي غابه وانت طرزان. يعني ايه؟ هتطوح على النجف بتاع البيت وتنزل على شيته تقطعها بسنانك. قول الكلام انت قلته ده تاني. تنزل على شيته تقطعها بسنانك. تصدق الكلام بتاعك جاب نتيجه؟ واهم شيء في العلاج التدريبات. تدريبات؟ تدريبات ايه دي بقى؟ تطلع السلم وتنزل كل يوم اربع مرات. عم روح ده انا بنهج وانا طالع بالاسانسير. ما هو لو طلعت السلم كل يوم اربع مرات من غير ما تنهج هتحس ان قلبك قوي واعصابك شدت وركبك بقت حديد. وتبلبح حبايه من الدواء ده قبل المعركه. الحبايه دي هفولها اكيد يعني؟ انك بلعت رصاصه. رصاصه الله يرحمك يا نهله. مساء الخير يا مدام. الف الف مبروك على الشقه الجديده ويا رب تكون يا رب تكون ادم السعاده عليكم. ميرسي. انا منشي جاركم في الدور الرابع ومخرج اعلانات وكنت حابب كنت حابب اتعرف على الاستاذ عمر. اه طبعا قوي قوي. اخيرا يا رب العماره فيها راجل. يا عمر ايه؟ في ايه يا استاذ؟ مش معقول. ايه في ايه؟ مش معقول. في ايه؟ نفس الحواجب نفس الدقن. ايه ده ايه ده؟ ولا في ايه؟ مش معقول مش معقول. ايه اللي مش معقول؟ مين ده؟ انا نفس كل حاجته ده. صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه هو مات؟ لا فركشنا امبارح. اعوذ بالله. بس تصدق صدق اللي قال اللي جاي احسن من اللي راح. ومن جد وجد ومن زرع حصد والكل مجتهد نصيب. مش هتقول لي اتفضل بقى يا استاذ عمر. سلمى. والله يا مدام سلمى انا مستعجل بس لازم لازم ادي لحضرتك بوكيه الورد الجميل دوت. ويا رب يا رب يا رب تكون ادم السعاده عليكم وعليا. نهار اسود امسك بقى. انا
اسيب العماره الثانيه عشان فيها ستات، اجي هنا الاقي ستات ورجاله؟ انا لازم اعزل من العماره دي والنهارده. بقى شوف بقى ابن ال... عيب عيب عمر، سيب الزفت ده، انا بكلمك عايز اعزل النهارده. انت عبيطه يا بنتي، ما تخليكي واثقه في نفسك شويه، انت ليه هزق كده؟ انا هزق يا عمر؟ لا معلش بقى، انا واثقه في نفسي كويس قوي. انت اللي غاوي تعيش وسط الناس زباله، عارف ليه؟ لان الزباله ما تستريحش الا وسط الزباله اللي زيها. بالظبط، عشان كده انا مستريح معاكي. انا زباله يا عمر؟ ايه الحوار الزباله ده؟ طب ورحمه بابا ما انا قاعده لك فيها. راح فين؟ نايمين جنب بعض وكل واحد فينا في دنيا غير التاني. انت دايما حاسه ان انا لسه بخونك. والله ما خنتك ولا حتى فكرت، بس ما بقتش تحبني. انا طول عمري بحبك، بس انت اتغيرتي بعد الجواز. معقول انت سلمى؟ معقول انت عمر؟ دي السعاده اللي وعدتني بيها طول العمر، ربنا يهديك ليها. خلاص بقى يا عمر، ما تزعلش نفسك. سبحان الله، ستات كتير جدا بيتعاملوا مع الجواز وكأنه نهاية قصة الحب اللي كانت بينهم قبل ما يتجوزوا. ما تكبرش الموضوع كده، هو انت يعني اول ولا اخر واحد يتجوز؟ اضحك بقى. بقولك انت وراك حاجة؟ لا، ليه؟ طب ما تيجي نقعد مع بعض شوية في مكان غير الشركة. طيب اوكي، يلا. بالراحة يا عمر، بالراحة. تجينا فك شوية بقى بدل الخنقة اللي انا فيها دي. يا نسوان يا خنيقه يا رجاله يا اولاد الكلب، وبتشتمي كمان يا قلت الادب، قول انت طالق. دي النيلة، شوت شوت شوت. مش انت، مش انت. يلا جول 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 جول. 4-0 يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. غيري غيري الزفت ده يا معلم. حبيبك مين يا روح امك؟ تعبيطه يا بنت ولا ايه؟ ايه يا عمر، مش قصدي. غيري الزفت ده. طيب انا قصدي ان اغنيته حلوه بس. لا حلوه ولا زفت، انت عارفه ان ده بيعصبني. بنفسي يا لهوي. هو الواد ده ورايا ورايا؟ اقلبي اقلبي. انا مش فاهمه انت ظلمه كده ليه، ده حتى شبهك. شبهي؟ الواد ده شبه انا؟ بحواجبه دي؟ ولا شعر صدره اللي مصدره لنا طول الوقت؟ قلبي قلبي. هو احلى على فكره. بتقولي حاجه؟ ايه ده يا حبيبتي؟ ده ايه ده؟ ما تحطيها في فوق احسن، حطيها في فوقي. تحبي نقعد شهر بحاله لا ناكل ولا نشرب ونشتري العروسه؟ اهلا اهلا استاذ كامل، مراتي بنتي ناديه، انت راجل مسعد، ست لطيفه وبنت اموره. الدنيا ورايا حبالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك، انت خارج كده؟ واحد صاحبي مات والدفنه بتاعته دلوقتي، سبت اللي في ايده وراح له جري. اللي في ايدك برضه يا واطي. لو محتاجني يبقى ملعون ابو صاحبي، صدق اللي قال، الحي ابقى من الميت. امشي امشي يا كلب يا وسخ. مساء النور. إيه لو سمحت، في حجز باسم عمر وسلوى. ساميه. اسمك ايه؟ سلمى. اتفضل حضرتك جوه. ايوه في
كده سامية وأحمد. سامية وأحمد. ركز معايا، ركز معايا بقى يا عمر، عايزه اقول لك حاجه قبل ما ندخل. ايه؟ بص دلوقتي احنا اول مره نقابل احمد خطيب امير. انا عارفه انك بتستتقله بس عشان خاطري، عشان خاطري حاول تبقى لطيف معايا وحياتي. اوكي؟ اهو على فكره بص هو ايه؟ كفايه بقى بربره. بس يا عمر اسمه احمد عشان انت دايما بتنسى اسمه. منور يا ابو المراوح. يا انكل منوره يا قادره. عمر قدمنا خطيبي احمد. احمد احمد احمد. والله اربعه احمد. ازيك يا احمد؟ وحشني. ده انا من معجبينك. سلمى مراتي. سلمى 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 سلمى. اهلا 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 اهلا. انشنتي مدام. رقيق قوي احمد. جميل جميل. وبعدين قديم قديم قوي يعني. اتفضل. انشنتي يا عمر قوي. يا جماعه كلنا سمعنا اغنيه يلا مع السلامه بتاع كريم وشادي، هنسمعها النهارده من الفنان الصاعد كريم محسن. الله يديني اذا كان عاجبك. هتخفي الترابيزه ولا ايه؟ ميرسي يا توأم روحي. بالهنا والشفا يا نور عيني. يا مداوي جروحي. بقولك ايه حياتي، ممكن اروح التواليت؟ اه يا حبيبتي ثواني. اتفضلي. هتوحشني قوي. ما تغبيش عليا. بقولك ايه؟ رني لي اول ما تخلصي حمامي. خديني معاكي يا اميره. شايف؟ شايف بيعمل معاها ايه؟ اتعلم. اتعلم؟ اقطع دراعي بعد الجواز. شايفها الفوطه دي؟ صاحبتك هتموت مشنوقه بيها. وعلمي على كلامي. ولا ايه يا ابو المراوح؟ ما قلتلناش بقى الدكتور قال لك ايه؟ هيكون قال لي ايه يعني؟ هما شويه حساسيه على الصدر. صدر برضو طبعا، ما هو من هوا المروحه. مروحه؟ يا ريت، دي حتى المروحه في الصيانه. ما بتسترش ابدا. بس يا ادي ماشي لتدب، احنا برضو ستر وغطى على بعض. على بعض؟ عملتها على بعض؟ اخرس. بكره تكبر وتمشي مطاطي زي الخروف الحولي واطيه. بالسم. قمر، اميره قالت لي انك حد لطيف جدا. نعم؟ اميره قالت لي انك حد لذيذ بس. والله مش كنت لطيف من شويه؟ يا سيدي لذيذ لطيف يا كلها حلويات. يا يا عمر ده انت بصراحه حد بطيء بطيء جدا. ما تنجز بقى يا عم وتتجوزها. في ايه كل ده عمر؟ يا بطيء عمر ما ينفعش كده بجد، ما ينفعش حد يعمل في حد كده اول مره يشوفه. تقيل تقيل يعني تقيل. وبعدين انت عارفه انا ما بحبش كلمه حد دي. معلش حبيبي معلش، عشان خاطري هو ما يعرفش اشرفه. خليك لطيف معايا والنبي. اهو لا الطف يا عمر عشان خاطري. لا اضحك اضحك في وشه. الطف يا عمر. ايه بقى؟ بص لك من بقه. خلاص
رودي معلش انا اسف، واضح ان انت قعدتي على ايدي من غير ما تاخدي بالك يعني. سوري يا عمر. سوري. انت متاكده ما كنتش واخده بالك؟ لا ما كنتش واخده بالي والله. والله ازاي ده الساعه